قرآنا فرقناه للقرآن. أعزائي المشاهدين، برحب بكم في لايف جديد على صفحات اليوم السابع. بنرصد لحضراتكم يعني مراسم إتمام الصلح في قرية الطناب بمحافظة أسوان، ويعني لحظة الآن نتابع مع حضراتكم لحظة تقديم الكفن في مفتتح هذا الحفل المبارك الذي يباهي بكم الله ملائكته في هذا اليوم الأغر، يوم إصلاح ذات البين، زي ما احنا شايفين لحظة إتمام الصلح بتقديم الكفن، يوم الإصلاح بين أبناء الرجل الواحد، بين أبناء العمومة. وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على عمل أفضل من الصيام والصلاة والصدقة، ألا وهو إصلاح ذات البين. وإفساد ذات البين هي الحالقة التي تحلق الدين. أيها الحبيب الكريم، الآن مع مراسم الجودة لإتمام الصلح، حيث يتقدم الشيخ عادل إبراهيم المقن لتقديم الجودة إلى الحاج علي جنة. الله أكبر، 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 الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، على سيدنا محمد حوض عنه سيدنا محمود. أعزائي المشاهدين، زي ما احنا شايفين هذه هي مراسم الصلح في الصعيد. يتقدم الجاني بتقديم كفنه اعتذارا على يعني ما حدث من قتل لإنهاء الخصومة السائرية التي امتدت إلى 30 سنة، التي بها تمت مراسم المصالحة بين أبناء العمومة، آل غنام وآل المكن، أبناء الرجل الواحد في القرية التي اتسمت وتميزت بين أقرانها من القرى بأنهم أبناء رجل واحد، ووصلت في مجدها بما قام به الأولون من أبنائها في إتمام المصالحات. فما زاع صيت أبناء هذه القرية إلا ما كان يقوم به. زي ما احنا شايفين أعزائي المشاهدين، بتتم مراسم الصلح ما بين العائلتين الآن، ويتبادل العائلتين يعني الصلح وتبادل الأحضان بين العائلتين بعد خصومة امتدت إلى حوالي 30 سنة ما بين خصومة سائرية ما بين العائلتين، لتنتهي اليوم في جهود لجان المصالحات. أعزائي المشاهدين، هذه الخصومة كانت ما بين عائلتي آل غنام وآل مكن هنا في قرية الطناب في أقصى صعيد مصر في محافظة أسوان، وعلى أجدادي الكثير من الدماء التي كانت في محافظة أسوان، وامتدت إلى 30 سنة. كان أحد أفراد قرية آل مكن قد تعدى بالخطأ على واحد من أهالي قرية آل غنام فسقط قتيلا.
وبعد جهود من المصالحات تمت مراسم الصلح بين العائلتين بتقديم الكفن أو الجودة زي ما هو معروف في الصعيد. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، دلنا على الطريق الموصل إليه سبحانه، وأمرنا بأن نسرع ولا نتباطى. قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، نبي العفو ونبي الصبر، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكم عفا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظرا لضيق الوقت أذكر لكم أنه عفا على أهل مكة جميعا، وهم الذين سبوا وقذفوا، وهم الذين الرأس شجوا، وهم الذين خرجوه من بلده عندما عاد بوعد الله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. كاد الرعب يقتل الكون، وما استطاعوا أن يتحدثوا حديثا، ولكن الحبيب بعفوه وصفحه ومنه وكرمه، وصدق الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فتح لهم باب الكلام: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. الجمع الكريم أحباب المصطفى، أصالة عن نفسي ونيابة عن سيدي ومولاي العارف بالله الشيخ عبد السلام مصطفى يوسف عبد السلام، وأخوتي وزملائي الكرام الذين أسأل الله أن يبارك لهم في شيخهم وأن يكثر من أمثالهم في إقليمنا العريق محافظة أسوان. وهذه المحافظة اهتمت بها السماء، والدليل على ذلك أن فضيلة مولانا موجود معنا، وأمثاله في المراكز الأخرى أيضا أعانهم الله وتقبل منهم، لأن محافظتنا محافظة حدودية. الحد الغربي بوابة لجمهورية مصر العربية، والحد الشرقي بوابة، والحد الجنوبي بوابة. فبارك الله في مشايخنا وتقبل منهم. ودعوني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الجهات الأمنية، أو بداية إلى السيد محافظ الإقليم ومن ينوب عنه في هذه الجلسة المباركة وعلى هذه المنصة الكريمة. وأتقدم بالشكر أيضا إلى السيد مساعد الوزير، مدير الداخلية، مدير أمن أسوان، والذي ينوب عنه سيادة اللواء أيمن خلاف، الذي ما عهدنا أبدا أنه تأخر عنا لأنه ابن عطف منذ زمن بعيد. وأتقدم بالشكر أيضا إلى السيد اللواء المحترم مأمور مركز وشرطة إفكو، ولن أنسى ولن أتجاهل أبداً